إجراءات احترازية متعددة هي تلك التي اتخذتها بلدية الجزائر الوسطى كخطوة للحد من انتشار فيروس كورونا، ابتداءً بغلق القاعات الترفيهية والحمامات والحدائق العمومية وصولاً إلى عمليات التنظيف والتعقيم المكثف للشوارع والساحات العمومية. على مستوى الوطني جونا لهنا، دونك عندنا 1.5 مليون دو باسون بار جور، دونك كل انحاء الوطن يجونا لهنا، دونك لي زاريد بيس معمرين وعندنا غاشي، دونك رانا نديزانفيكتي ونسيقوا في الليل وفي النهار توت لا جورني من 8 ل 4 تاع العشيه، سيرتو لي زابري بيس وين يريحوا يسناو تروليات ولا يسناو الكيران، هذيك اجراء اولى. وثاني عندنا كيما الحمامات رانا رايحين نغلقوهم اليوم، لي دوش نغلقوهم اليوم، لي صال سينما غلقناهم عندنا ثلاث ايام، غلقنا لي صال سينما اللي تبعين بلديه الوسطى، واليوم درت قرارات لي زوتر صال تاع البريفي انا رايحين نغلقوهم. وعندنا خليه ازمه اليوم انا رايحين نصبوها ان شاء الله على الوحده، وين كاين قرارات واحد اخرين التي ستتخذ مع عند الخاليه هذه، وين نجمو نروحو مام لي تيراس اللي كاين في لاكروند بوست ولا اللي كاين في الجيسونت رانا رايحين بور لانستون اون فالي سيسبوند. إجراءات لاقت استحسان المواطنين الذين رأوا فيها خطوة إيجابية رغم كونها غير كافية في حال عدم وعي المواطن وتعامله بجدية مع الإجراءات الوقائية التي يوصي بها المختصون. حاجة مليحة باسكو تشعل ديزانفيكتيو الحالة ينقوها، باسكو الناس بور لو مومون مازال ما دايرتو تمسخير وراي دايرتو لعبة. راهم يديروا كما نقولوا صوالح اللي يلزم تنداروا في البلاد، راهم ينقوا تسمى كي تشوفي عفسه كيما هذه تسمى زيد تشجع بزاف على المواطن الجزائري باش يولي يدير الوقايه تاعو بزاف. عم يشوفوا بلي حاجه بالو، مي هي سي تري دونجرو، يقولوا بلي غير لي جون اجي نو سي با فري، مام صغار اي سون كونسيرني، سي تري دونجرو، و بروتيجي روحك راك تبروتيجي في الناس وراك تبروتيجي في روحك. في انتظار تعميم المبادرة على كافة بلديات الوطن يبقى التحلي بروح المسؤولية واتخاذ التدابير الوقائية أهم خطوة للوقوف في وجه تفشي هذا الوباء العالمي.